والله عندك هذا معمل بيبسي استاذ كان معيش 2000 عائلة، ليش هسه هاملي المسؤولين؟ ليش هاملي؟ عندنا معامل كثيرة يعني بالصناعة القديمة بداية الصناعة عندنا هواية معامل، ليش هاملي هالدولة؟ مو المفروض ترجع؟ المفروض ترجع يعيدون النظر بها، يقومون بإعمارها على مود العالم تعيش، يعني العالم انتهت والله انتهت، بس هاي المعامل حرامات ليش متروكة؟ المفروض يعيدوها يعني شوية، هالشباب هذه تفتر بالماطورات ويمين ويسار، ترجع تشتغل بالمعامل وتشتغل تعيد النظر الحكومة بإعمار هاي المعامل، حرامات هم والله كان بيبسي فرد بي طعم يخبل والله. هذا معمل بيبسي ليش حيجيبون من الشمال ويجيبون من بغداد مدري من طعم ما بي بس مي وشكر والله العظيم، المفروض يعيدوه هذا المعمل بيبسي يعيدوه، هالشباب تشتغل هذا، اذا 2000 عائله اشتغلت هسه رواتب الحكومه ما عاد تنطي هسه يعني المتقاعد بالقوه على ما يجي راتبه زين، والموظف نفس الحاله، اعيد هذا النظر بهاي المعامل مال بيبسي، تشتغل عمال تشتغل عمل مخضر ربيع مخضر تذكر معمل بيبسي؟ ايه كان يشتغلون وهاي الشغل موجود، معمل الراشي موجود، والشغل هسه وقف، اعمار وقفت، فلوس ماكو، عالم ما عنده من تجيب، جوعانين هسه، يوميتي 3000 دينار ينطيني 3000 دينار، انا متزوج عندي اطفال عندي طفل اجيب له حفاظات حليب، شو اصير تصير 3000 ايش تعمل لي؟ ايه واريد من الحكومه راتب تعيين شيء تسوي لنا المعامل حتى نشتغل بيها، ما يصير هيك نضل قاعدين، خمس دول احسن منا عندهم رواتب، الطفل البطن مو مسجلي له راتب، واحنا هسه احنا عراقيين لازم مستحقات كاملة ينطونا. هسا عندك معمل بيبسي هذا مضروب يعني رايح مفلش. ايه عندك معامل هنا كانت بالزنجيل اللي بالدورة مال طحينية وما طحينية ماكو، كلها ماكو. لا المعامل الأهلية ليش ما رجعت؟ ما ترجع لأن أغلبيتهم يقول لك الأهلي يقول لك انا ما متمكن يجوز ما اقدر ازيد فلوسي على شيء ما يسوى. ليش ما الدوله تسويها قطاع مختلط؟ مثلا المعمل اذا يسوى 10 دفاتر او مبلغ كبير تشارك وياه حتى تمشي العمليه. ما ينطوها هيك ناس ما ينطوها، يقول لك انا اشدوخ نفسي مع فلان وعلان، لا يتركوه وما يشجعوا. كل الدول اكو تشجيع للمنتوج المحلي. هذيك الدول تختلف عن هاي الدوله، تختلف. هاي الاردن، هاي الاردن يعني تقول دوله هي الاردن بس ما مثلنا، احنا جماعتنا ما يشجعون احد، ما يجون عليك يقول لك هاك اخذ واشتغل زين، لا بس هسه عندنا عايش بس ابو الراتب عايش، ما العامل لا ما عايش. أنا أسعى معاك أبو تاكسي والله العظيم كراوي كله بالألف وبالألف ونص.